ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي خاض تدريبه الختامي في تونس على استاد مصطفى بن جنات بالمنستير، واللي هيستضيف مباراته قدام الاتحاد المنستيري في لقاء الذهاب للدور التمهيدي الثاني للدور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللعيبة للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. أما عن أخبار نادي الزمالك، فزادت فرص مشاركة مصطفى الزناري مدافع الزمالك الجديد في مواجهة فلامبو البراندي، واللي هتتلعب النهاردة في استاد برج العرب في اسكندرية. وبيدرس البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك الاعتماد على الزناري في الدفاع قدام فلامبو بعد ما تعرض محمود الونش لإصابة عضلية خفيفة أدت لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية. وفريق بيراميدز فاز على فريق هلال الساحل السوداني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. سجل أهداف بيراميدز فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي. مجلة فوربس الشرق الأوسط أعلنت قائمتها للشباب الملهمين والمؤثرين في الوطن العربي تحت سن 30 سنة، وجه ضمن القائمة دينا مشرف بطلة إفريقيا في تنس الطاولة، وده بعد فوزها بذهبية بطولة إفريقيا اللي اتلعبت في الجزائر خلال الفترة من 3 لحد 9 سبتمبر اللي فات. دلوقتي تعالوا نروح نتعرف على نتائج مباريات الدوريات العالمية في أوروبا، ونبدأ بالدوري الإنجليزي. حقق فريق مانشستر سيتي فوز جديد على فريق ساوثهامبتون بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وبكده خطف مانشستر سيتي صدارة الدوري من أرسنال برصيد 23 نقطة، ووقف رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقط في المركز 16. فريق توتنهام حقق فوز صعب على برايتون بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي اتلعب على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هاري كين هدف الفوز لصالح توتنهام في الدقيقة 21 من المباراة، وبيحتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما توتنهام في المركز الثالث برصيد 20 نقطة. فريق تشيلسي الإنجليزي حقق الفوز على وولفهامبتون بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، وولفهامبتون في المركز 18 برصيد 6 نقط. في الدوري الألماني ممتاز، حسم التعادل الإيجابي 2-2 قمة كلاسيكو ألمانيا اللي جمعت بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ خلال المباراة اللي لعبوها امبارح في قمة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني، وبالنتيجة دي بيحتل البايرن المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، ودورتموند في المركز الرابع بنفس رصيد النقط. فريق فولفسبورغ المحترف في صفوفه الدوري المصري عمر مرموش اتعادل برضه مع فريق أوكسبورغ بنتيجة 1-1، وده كان ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني، ولعب مرموش وشارك بشكل أساسي، ومن النتيجة دي فولفسبورغ في المركز 13 برصيد 9 نقط، وصعد أوكسبورغ للمركز التاسع برصيد 13 نقطة. فريق ميلان الإيطالي حقق فوز مهم على فريق يوفنتوس بنتيجة 2-0 في المواجهة القوية اللي اتلعبت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي، بالنتيجة دي بيحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، ويوفنتوس في المركز الثامن برصيد 13 نقطة. النجم البوسني إيدن ديجيكو قدر يقود فريقه انتر ميلان لتحقيق فوز مهم على فريق ساسولو بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعتهم على ملعب نابي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي، وبكده بيحتل الانتر المركز السابع برصيد 15 نقطة، وساسولو رجع للمركز التاسع برصيد 12 نقطة. امبارح استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ختافي بهدف واحد، وبكده ارتفع رصيد النادي الملكي ل 22 نقطة بفارق 3 نقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني اللي هيستضيف فيجو النهاردة. في الدوري الإسباني حقق فريق أتلتيكو مدريد فوز صعب على فريق جيرونا بنتيجة 2-1، وده كان في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة رقم 8 من مسابقة الدوري الإسباني، وبكده أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة،
وبيحتل فريق جيرونا المركز ال13 برصيد 7 نقط. مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.